هل يغطى رأس الميتة المحرمة أم لا كالرجل تماما؟ الميتة يغطى رأسه، ما يبين شيء من جسمها، لأن الذي لا يلبس المخيط هو الرجل، أما المرأة فلا تلبس النقاب، لا حية ولا ميتة، ما تلبس النقاب ولا البرقع، ويغطى وجهها بغير ذلك. نعم، حتى ولو ما ماتت تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب. نعم. أحسن الله إليك. يقول ولا تلبس الشراريب سواء حية أو ميتة في كفيها، ما تلبس الشراب في كفيها وهما القفازان، وما عدا ذلك يغطى كفاها بالثوب أو بالكفن في بس. نعم.